كان عهده عهد رخاء واستقرار، وكان داعما للعلم ولعلماء عصره الذين كانوا متواصلين مع علماء حضرموت والمغرب. كان مهتما بمجالسة العلماء والولاة. ذلك هو الصلت بن مالك الخروصي الذي رحل عن الدنيا في عام 888 للميلاد، بعد أن آثر الاعتزال حقنا للدماء، تاركا وراءه 35 عاما من الحكم مليئة بالمآثر. ولعل أعظم مآثره تلك النجدة التاريخية التي بقيت في الذاكرة العمانية والعربية والإسلامية، فالزهراء السقطرية تطلق نداء استغاثة وهي على ثقة بمن تناديه أنه لن تغفو له عين قبل أن ينتزع لها حقها وحق أهل سقطرى من الأحباش الغزاة الذين لم يرعوا عهدا ولا ذمة. تصرخ فاطمة الجهضمية: قل للإمام الذي ترجى فضائله، ابن الكرام وابن السادة النجب وابن الجحاجحة الشم الذين هم كانوا سناها وكانوا سادة العرب، أمست سقطرى من الإسلام مقفرة بعد الشرائع والفرقان والكتب. كيف أضحت سقطرى بهذا الحال والصلت بن مالك على سدة الحكم؟ لا وألف لا، هذه الصيحة لن تذهب أدراج الرياح. الصلت يجهز أسطوله ويحمس قادته وجنده، تاركا لهم ولنا رسالة حملت ما لا يعد من المآثر في آداب الحروب وتقوى الله وحسن التخطيط والتدبير لإدارة المعارك.